فقرات على السريع اليوم رح نعمل إشي لذيذ للفطور اللي هي وردات التورتية بالبيض. رح نحتاج لتورتية خبز يفضل قطره 30 سنتي، رح أقطعه بهذا الشكل وبعدين رح ألفه على كل شريط، رح ألفه على بعض بطريقة زي ما انتم شايفين بالفيديو، ورح أحطها بصينية مافن مدهونة أو مرشوشة بالزيت. وبعدين بدي أوزع عليها الخضار اللي عندي إياها. أنا حطيت بصل، فليفلة، سلامي، جبنة، بقدونس اللي انتم حابينه أو المتوفر عندكم. وبعدين عندي بيض مخفوق مع شوية كريمة أو حليب وملح وفلفل أسود، وبدي أوزعه على الكبس، بس أهم شيء ما تعبوها كتير مشان تنفش البيض بالفرن وتضلها محافظة نوعا ما على شكلها. بدي أخبزها 10 دقايق لتستوي على حرارة 180 درجة، وألف صحة وعافية.